دار المخطوطات الإسلامية وضمن احتفائها بيوم المخطوط العربي الذي يصادف الرابع من إبريل لكل عام نظمت ورشة تدريبية لصيانة المخطوط مستهدفة طلبة الجامعة القاسمية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. لأن المخطوط هي المصدر الأول لإلهام المؤرخين المولعين بكشف الأسرار، فلا عجب أن تحتفي دار المخطوطات الإسلامية بيوم المخطوط العربي باعتبارها وجهة تضم بين جنباتها مخطوطات نفيسة من المصاحف المكتوبة بخطوط مختلفة بجانب مجموعة نادرة من الوثائق التي لا تقدر بثمن. بتضم دار المخطوطات الإسلامية أكثر من 1500 مخطوط أصلي مختلفة في جميع الموضوعات والتصانيف المختلفة، إلى جانب مجموعة نادرة جدا ونفيسة من المصاحف المخطوطة الأصلية، أيضا إلى جانب وثائق أصلية مخطوطة يعني كان أهداها لصاحب السمو لدار المخطوطات، أيضا منها وثائق أسبانية باللغة الأسبانية، طبعا وثائق وحيدة في العالم، وقام صاحب السمو بإعداد كتاب عن هذه الوثائق وسماه محاكم التفتيش. حفظ المخطوطات وصونها للأجيال القادمة ركيزة أثرت احتفاء الدار التي عقدت ورشة تدريبية لصيانة المخطوطات مستهدفة طلبة الجامعة القاسمية، بحيث تطلعهم على المراحل المختلفة لصيانة المخطوطات إلى أن تصل إلى صالة العرض. ورشة صيانة المخطوطات دي لاستفادة طلاب الجامعة القاسمية منها والتعرف على الطرق المختلفة لصيانة المخطوطات، من تعقيم، من معالجة كيميائية، من تنظيف جاف، تنظيف ميكانيكي، من ترميم، والغرض منها طبعا الحفاظ على المخطوط العربي الإسلامي أطول فترة ممكنة لاستفادة الأجيال القادمة منه زي ما الأجيال السابقة استفادت منه وإحنا استفدنا منه. شغف بالعلم كبير لاحظناه بين أعين المشاركين، من بينهم عبد المؤمن ديرة المنتسب لكلية القرآن الكريم والقادم من دولة بوركينا فاسو، فهذه الورشة مثلت له نقطة بداية للحفاظ على هويته وتراثه. في أهمية هذه الورشة أنها تعلمنا كيف نحافظ على هويتنا في دولنا حينما نرجع إليها، لأن دولنا ممتلئة بخزانات بالمخطوطات يعني الخاصة والعامة، فحينما نرجع إليها سنحاول كل المحاولات أن نحافظ عليها لأنها تمثل هويتنا. المخطوطة ليست كتابات تدل على أن كاتبها مر بهذه الحياة، بل هي موروث حضاري وفكري وإنساني في غاية الأهمية، ناهيك عن ما تمثله من حفظ للتاريخ والفكر واللغة. الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان أنها من مقاييس حضارات وتقدم الشعوب.